بيقولوا في الأمثال العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه، إلا إن اللي بتكتر سكاكينه بجد لما بيقع هو الأسد. اللحظات اللي قدامك دي هي اللحظات الأخيرة اللي عاشها الأسد الأسطوري دارك مين أفوكس، وقطع الجاموس اللي انت شايفه ده كان السبب مع كبره في العمر ان تكون دي لحظاته الأخيرة. أهلا بيكم في أرض العجائب، في فيديو بعمله لك بعد دقايق قليلة من موت الأسد الأسطوري دارك مين. لو كنت من متابعين القناة من فترة أقدم من كده هتعرف مين هو الأسد دارك مين. الأسد اللي اتكلمنا عنه في أكتر من فيديو وذكرناه في تحديثات الشهور اللي فاتت كانت آخر مشاهدة ليه في شهر يوليو، وظهر ساعتها بصحة جيدة وكان بيدور على أناس تلامات برايد اللي هجروه، أو بيحاول على الأقل أنه ينضم لإخواته الأسدين مهك وبلوندي بعد ما هجروه، إلا أنه في الأسبوع الحالي اتعرض لتحديث جديد ما كناش نتمنى نسرده عندنا هنا في القناة. الأسد اللي وصل لشيف في العمر كان بيحاول أنه يصطاد جاموسة من ضمن الجاموسة اللي موجود في القطيع اللي قدامك ده، وبرغم من أنه أخيرا كان عثر على ناس تلامات برايد وانضم ليهم وبدأت الأخبار تتوالى أنه ممكن يعيش أكتر وينجب أشبال أكتر ويمد نسله، إلا أنه خلال محاولته لصيد الجاموس اللي اتكلمنا فيه من شوية فشل، وقطيع الجاموس اللي سبحان الله العادي بتاعهم أنهم يتفرقوا ويتشتتوا اتحدوا على قتل دارك مين. زي ما انت شايف هنا الجاموس انقض على الأسد دارك مين بمقطع القسوة، وبرغم محاولات المستميتة أنه يدافع عن نفسه ويوقع جاموسة من الجمايس إلا أنه ما قدرش، فحاول في الأخير أنه يهرب ويحتمي بالشجرة اللي انت شايفها دي. فاتت ساعات على المعركة اللي دارت واللي عرضناها دلوقتي، وبدأ الأسد دارك مين يظهر من جديد. المتابعين رصدوه وبدأوا يتابعوا حالته والإصابات اللي اتصابها، وسبحان الله برغم ان الإصابات الظاهرية او الخارجية ما كانتش خطيرة قوي، الا ان إصاباته الداخلية كانت اخطر. وبعد يوم من المعركة دي بدأ المتابعين يتوقعوا ان الأسد دارك مين هيخف ويستعيد صحته، الا انه مع كل اسف من دقايق قليلة من الوقت اللي بسجل لك فيه الفيديو ده التقط أنفاسه الأخيرة وودع الحياة، وده اللي رصده متابع الأسود سيدريك لما لقى جثة الأسد دارك مين على طريق وان إيبان في منطقة سمبابيلي. خبر جديد حزين على كل محبين الأسود في العالم، وأسد جديد شجاع بيرحل عن عالمنا في حادثة مأساوية. تفتكر مين من أساطير الأسود الكبار اللي عليه الدور؟ هكون سعيد جدا لو سمعت إجابتك في التعليقات، وهكون أسعد لو اشتركت دلوقتي في القناة وعملت إعجاب بالفيديو، وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.